بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف المحاضرة ديالنا وننتقل إلى دراسة آثار المسؤولية العقدية، حيث سبق لنا أن قلنا أن المدين عند إخلاله بالتزامه العقدي يكون للدائن المطالبة عبر إنذار يوجه إلى المدين لحمله على تنفيذ التزامه داخل الأجل المعقول ما لم يكن هناك أجل محدد في العقد لتنفيذ ذلك الالتزام، أو أن المدين يرفض بشكل صريح أو ضمني عدم تنفيذه التزامه، أو أن عدم تنفيذ المدين للالتزام يصبح أو أكون لتنفيذ المدين الالتزام يصبح مستحيلا. ففي مثل هذه الحالة يعفى الدائن من توجيه إنذار إلى المدين لحتى يعلى تنفيذ التزامه، لأن الصورة التي يقدم فيها المدين بالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة ويقوم بعمل ينافس فيه شخص آخر، ففي مثل هذه الحالة كالعامل عند الإخلال بهذا الالتزام لا محل لرب العمل لاختاره بتنفيذ التزامه، لأنه يصبح ذلك التنفيذ مستحيلا. إذا وجه الدائن إلى المدين إنذارا لحمله على تنفيذ التزامه ولم يستجب المدين إلى هذا الإنذار والإخطار، فلا يكون للدائن إلا الحق في المطالبة قضائيا طبعا بالتعويض عبر حمل المدين على تنفيذ التزامه، إما تنفيذا عينيا أو عن طريق التعويض النقدي. إذن الجزاء ديال المسؤولية عند عدم تنفيذ المدين لالتزامه ومن آثارها المباشرة هو الحق الدائن في المطالبة بالتعويض. هذا التعويض كما قلنا إما أن يأخذ صورة التنفيذ العيني للالتزام وهو الأصل في المجال المسؤولية العقدية، حيث أن يحصل الدائن على عين ما التزم به المدين ويجبر هذا الأخير على تنفيذه عينيا، طبعا متى كان ذلك التنفيذ ممكنا وغير مرهق للمدين، ويبقى دائما للدائن حتى عند التنفيذ العيني لالتزام من جانب المدين حق المطالبة بالتعويض النقدي عن الضرر الذي يكون قد لحقه بسبب تأخر المدين في تنفيذ التزامه. أما إذا كان تنفيذ المدين للالتزام تنفيذا عينيا مرهقا له أو غير ممكن، لأنه لا يمكن استرجاع يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه، يعني مثل الحالة ديال إفشاء سر يمنع فيه على الشخص المدين إفشاءه، أو لا يمكن إجبار المدين شخصيا على تنفيذ التزامه لأن في ذلك مساس بحريته الشخصية، مثلا عندما يرفض المهندس إعداد تصوره الهندسي أو المعماري لا يمكن إجباره شخصيا، وبالتالي لا يمكن إجبار فنان على القيام بدور تمثيلي أو القيام بأداء غنائي مثلا، إذن مثل لأنه الأمر يتعلق بشخصه هو بحريته الشخصية. هنا نكون يتعذر في مثل هذه الصور التنفيذ العيني الالتزام، ولا يكون هناك بدا من الحكم بالتعويض النقدي. طبعا تقدير التعويض النقدي عن الضرر الذي لحق الدائن في العقد بجراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الموضوع، ومع الأخذ بالاعتبار ما لحق الدائن من خسارة طبعا،
وما كما قلنا وما فاته من كسب. طبعا هذا التقدير ديال التعويض دائما كما قلنا يدخل في حسابه طبيعة الخطأ ومدى جسامة الخطأ الذي ارتكبه المدين أو التدليس بتاع تدليسه أو غشه أو تعمده في عدم كفي الالتزام، لأنه في مثل هذه الحالة يجري تقدير التعويض. طبعا كل هذه العناصر وما على المحكمة إلا أن تبين العناصر التي اعتمدتها في تقديرها لذلك التعويض. طبعا قد يكون التعويض محددا بشكل مسبق وفق الاتفاق في العقد، وهو ما نسميه بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي. في مثل هذه الحالة التي نكون بصدد اتفاق في العقد على مبلغ التعويض أو ما نسميه بالشرط الجزائي أثناء التعاقد، هنا طبعا الفصل 264 من قانون الالتزامات بالعقود يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه متى كان مبالغا فيه أو متعسفا، أو الرفع من قيمته متى كان زهيدا. بل لها أن تأخذ في عين الاعتبار مقدار النفع الذي عاد على الدائن جراء التنفيذ الجزء للالتزام فتخفض من التعويض المتفق عليه. وهنا يكون للمحكمة مباشرة إجراء مثل هذا التخفيض للتعويض المتفق عليه أو الرفع من قيمته متى طلب من الأطراف منهم ذلك، ولا يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفق مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات بالعقود. إذن من آثار المسؤولية هو التعويض، وهذا التعويض كما قلنا إما أن يأخذ صورة التعويض العيني أو في إطار التنفيذ العيني للالتزام أو التعويض النقدي مع وجوب توجيه إخطار للمدين لحثه على تنفيذ التزامه داخل أجل معقول وفق ما لم يكن محددا بأجل، أو يرفض كما قلنا المدين صراحة تنفيذ التزامه أو يصبح هذا التنفيذ مستحيلا على النحو الذي رأينا. من آثار المسؤولية العقدية وكون العقد وليد إرادة المتعاقدين، فبالتالي آثار العقد يحددها أيضا آثار العقد تكون لإرادة المتعاقدين دور في تحديدها، كما يكون لهم طبعا دور في تحديد التزاماتهما. تحديد المسؤولية هنا عبر الاتفاق المسبق أثناء التعاقد مثلا على تعديل أحكام المسؤولية العقدية كما على النحو الذي نظمه المشرع، سواء عبر الاتفاق المسبق على الإعفاء من المسؤولية أصلا أو الاتفاق على التشديد من هذه المسؤولية أو بالتخفيف منها، طبعا كل ذلك مع مراعاة الحالات التي لا يجوز فيها طبقا لما نص عليه المشرع صراحة الاتفاق على تعديل تلك الأحكام متى تعلق الأمر بالنظام العام، لأن إذا تعلق الأمر بمساس بالنظام العام وفقا لهذه الاتفاقات معدلة أحكام المسؤولية فمثل هذا الاتفاق يكون غير جائز. إذن القاعدة والأصل في
بالنسبة لمسؤولية العقدية، وأنه يجوز الاتفاق المسبق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية باستثناء الحالة التي تتعلق بمسؤوليته عن خطأه الجسيم وتدليسه، لأن ذلك مثل هذا الاتفاق على إعفاء المسؤولية عن خطأ الجسيم والتدليس فيه مخالفة من النظام العام لما لا يتعارض لتعارضه مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وأيضا لما فيه من تشجيع للمدين على إخلاله بالتزاماته، وهو ما نص عليه بشكل غير مباشر الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، عندما أكد على أنه لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه، مما يعني بمفهوم مخالف أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق المسبق على عدم مسؤولية المدين عن مجرد الخطأ اليسير أو العادي. نفس الأمر ينطبق على مسؤولية المدين كما قلنا عن خطأ شخص يستخدمه في تنفيذ التزامه، إذ يكون له الاتفاق المسبق على إعفائه من المسؤولية عن الخطأ الذي يرتكبه هذا الشخص، أي طبعا الخطأ اليسير أو العادي وليس الخطأ الجسيم أو الغش، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزام. وكما لا يجوز كما قلنا الاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية عن التدليس وخطأ الجسيم، فأيضا يبطل أي كل شرط للإعفاء من المسؤولية في حالتين، حتى لو لم نكن بسطة خطأ جسيم. الحالة الأولى عندما يمس شرط الإعفاء بالسلامة وأمن الأفراد، فكل شرط للإعفاء من المسؤولية يكون من شأنه المساس بالصحة والسلامة وسكينة الأفراد، فيكون مثل هذا الشرط باطلا حتى في غير حالة الخطأ الجسيم، لأن التزام بضمان السلامة من التزامات الجوهرية وذات الصلة بالنظام العام والملازمة لطبيعة الالتزام، وبالتالي لا يمكن أن نتصور الاتفاق على الإعفاء من التزام بضمان السلامة كما هو الشأن مثلا بضمان نقل المسافرين، فالمدين لا يمكن أن يتفق على إعفائه من التزام ضمانة المسافر الدائم حتى لو قبل وتنازل هذا الأخير عن سلامته الجسدية، لأن مثل هذا الاتفاق يكون باطلا بطلانا مطلقا لتعارضه مع ومساسه بالنظام العام، وهذه مثل هذه الاتفاقات تكون باطلة في سائر عقود الاستهلاك لضمان وحماية للمستهلك. ثم أن شرط الإعفاء يكون باطلا بالنسبة للمتعهدين بالمحافظة على الأمانات والودائع، لأن هؤلاء المتعهدين والمكلفين بالمحافظة على مثل هذه الأمانات والودائع كأصحاب الفنادق ومثل المقاهي والحمامات والمطاعم، كل هؤلاء هم يتعين عليهم حراسة هذه الودائع والأمتعة، ويكون كل شرط من إعفاء من شأن إعفائهم أو تخفيف مسؤوليتهم عن هلاك أو تعيب هذه الأشياء يكون الأشياء المدعاة لديهم يكون باطلا وغير منتج أي أثر. لماذا؟ لأن تعارض ذلك مع مقتضيات النظام العام. الصورة الثانية التي يجوز فيها الاتفاق في على تدي أحكام المسؤولية هي الاتفاق على التشديد من المسؤولية العقدية.
هذا الاتفاق على التجديد من المسؤولية العقدية هو طبعا جائز ولا يتعارض مع مقتضيات النظام العام، لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام. لماذا؟ لأنه عندما يريد المدين أن يجعل من التزامه مثلا التزاما بتحقيق نتيجة بدلا من كونه هو بحسب الأصل التزام بالبدل والعناية، ولا يكون له التحلل من التزامه، هذا يصبح التزام بتحقيق النتيجة إلا بإثبات أنه سبب أجنبي حال دون تحقق النتيجة. ولا فمثل هذا الالتزام، مثل هذا الاتفاق يكون صحيحا، لأنه ماذا؟ لأنه يعزز من مسؤولية المدين، ويحقق حماية للدائن في العقد. فالاتفاق على تجديد أحكام المسؤولية وجعل المدين مثلا يسأل عن حتى عن الضرر الراجع إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة وحادث فجائي يبقى اتفاقا صحيحا ولا يتعارض مع مقتضيات النظام العام، لأنه من شأنه فقط تجديد مسؤولية المدينة العقدية وتيسير للمضرور في الحصول على التعويض. الصورة الثالثة وهي الصورة التي تتعلق بالاتفاق على تخفيف من مسؤولية العقدية، كجعل مسؤولية المدين مثلا قائمة على تحقق خطأ جسيم أو عمدي دون الإهمال والتقصير. يعني تخفيف من المسؤولية العقدية تجعل من مسؤولية المدين محلها بدل العناية وليس مثلا تحقيق النتيجة المحددة والمتفق عليها في العقد، أي أن المدين في العقد يتفق مع الدائن على تحويل التزامه بتحقيق النتيجة إلى مجرد التزام ببدل عناية. إذن هنا نكون بصدد شرط لا يعفيه من المسؤولية ولكنه يخفف منها. ومثل هذا الشرط يبقى صحيحا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مثلا كالحالة التي يقيد فيها المشرع مسؤولية الأشخاص الذي كما قلنا الذين يتعهدون بحراسة الأشياء والأمتعة المودعة لديهم، فإن من أي اتفاق يكون باطلا ويبطل معه كل شرط من شأنه أن يقيد مسؤولية هؤلاء الذين يتعهدون بحراسة الأشياء أو الأمتعة المودعة لديهم. طبعا بطلان الشرط المعفي من المسؤولية أو المخفف منها لا يستتبع بالضرورة بطلان العقد المتضمن لهذا الشرط، فالعقد يبقى صحيحا منتجا لآثاره دون شرط الإعفاء. تبقى لماذا؟ تبقى لمقتضيات أن التي الفصل 308 من قانون التزامات العقود الذي سبق أن رأيناه ودرسناه عند تناول نظرية البطلان. الفصل 308 نص على أن بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه إلا إذا أمكن لهذا الالتزام أن يبقى قائما دون الجزء الذي لحقه البطلان. إذن فالعقد الذي يتضمن شرط الإعفاء من المسؤولية يبقى عقدا صحيحا منتجا لآثاره دون شرط الإعفاء ما لم يتبين أن ذلك الشرط الباطل كان هو السبب الدافع إلى التعاقد.
عندئذ فقط يصبح ذلك العقد باطلا ما تبطل معه الشرط كله. إذ في هذا يتعذر فصل الشرط عن العقد مما سيجعل البطلان يسري على ماذا؟ يسري على العقد، على الشرط والعقد. بهذا نكون قد أنهينا ماذا؟ أنهينا أحكام المسؤولية العقدية، على أن ننتقل مباشرة إلى تناول أحكام المسؤولية التقصيرية. ما كنا قد سجلناه في بداية محاضراتنا هو أن المسؤولية التقصيرية تنشأ عن الإخلال بالتزام عام يقضي بعدم الإضرار بالغير، وهو التزام يسري على الناس كافة، وهو التزام كما قلت مقرر في ذمة من؟ المسؤول، ومصدره عن ارتكاب العمل غير المشروع، ومصدره القانون. إذن أساس المسؤولية التقصيرية يبقى هو ارتكاب فعل ضار يلحق المضرور، ويترتب عنه مسؤولية مرتكب الفعل الضار في ضرورة جبر ذلك الضرر. إذن الفعل الضار هنا قد يأخذ صورة خطأ شخصي يرتكبه المتسبب فيه، أو خطأ يرتكبه الأشخاص الذين يسألون عنهم مدنيا، أو قد يكون نتيجة فعل الأشياء أو الحيوانات التي يتولاها الشخص حراستها. إذن كل أصور المسؤولية التقصيرية على هذا النحو تستوجب كما قلنا سابقا في ثاني محاضرة ووجوب تحقق ضرر من نشاط معين، سواء كان هذا النشاط خاطئا أم لا. إذن أو قد يكون نشاط يترتب بطبيعته وبنيته يرتب ضررا للغير. إذن ولا بد أن تقوم هناك علاقة سببية ما بين هذا النشاط وما بين الضرر. إذن مختلف صور المسؤولية التقصيرية هي كونها مصدر من مصادر الالتزام الناتج عن ارتكاب الشخص المسؤول لعمل غير مشروع المتمثل في والإخلال بالالتزام بعدم الإضرار بالغير. وقد نظم المشرع المغربي مختلف صور المسؤولية التقصيرية في الفصول 77 من القانون التزامات العقود إلى الفصل 106، حيث تخص الفصلين 77 و78 المسؤولية عن الفعل الشخصي على النحو الذي سنراه، والقائمة على خطأ واجب الإثبات في حق الشخص المسؤول، أي أننا نكون بصدد مسؤولية شخصية. ثم تناول المشرع أيضا في الفصلين 85 و85 المكرر حالات المسؤولية عن فعل الغير، أي المسؤولية التي يسأل فيها الشخص عن خطأ ارتكبه الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم مدنيا على النحو الذي سنبينه. وكذا المسؤولية عن فعل الحيوانات أو الأشياء غير الحية في الفصول 86 و87 من قانون و88 من قانون الالتزامات والعقود، وهو مسؤولية عن فعل الحيوان ومسؤولية عن حراسة الأشياء. ثم كالمشرع تناول أيضا أحكام مسؤولية مالك البناء في إطار الفصلين 89 و90 من قانون الالتزامات والعقود. طبعا في إطار التوجه العام الذي يرمي إلى تأسيس المسؤولية
فيه مثل هذه الصور على أساس موضوعي تجعل الشخص المسؤول يتحمل تبعات الأضرار التي يسببها بنشاطه للغير، أي أننا نكون بصدد مسؤولية مفترضة وفق التطور الحاصل في نظام المسؤولية الذي سبق وأن بيناه. المشرع أيضا تناول بعض الصور الخاصة للمسؤولية التقصيرية كمسؤولية الدولة والجماعات الترابية وموظفيها في الفصلين 96 و80 من قانون التزامات العقود، ثم مسؤولية القاضي المخل بمقتضيات منصبه في الفصل 81 والمسؤولية ديال حائز الشيء. ثم أن المشرع أقر أنظمة خاصة أخرى للمسؤولية في العديد من النصوص القانونية، مثلا في الفصلين 91 و92 من قانون التزامات العقود حيث تناول المسؤولية على المدار الجوار غير المألوفة والتي لا تقوم على الخطأ وإنما على مبدأ قانوني عام يقضي بأن كل شخص عليه ألا يحدث للغير ضرر جوار غير مألوف، وتخول للجيران الحق في إزالة الأضرار حتى لو كان تعلق الأمر أو كان مصدرها نشاطا مشروعا وبعيدا عن كل خطأ يسجل في حقه. طبعا المشرع نظم في الفترة الأخيرة الأحكام الخاصة بالمسؤولية عن بعض الأنشطة الخطرة على الإنسان والتي يكون من شأنها المساس بسلامته الجسدية والصحية، مثل المسؤولية عن مخاطر المنتجات المعيبة التي تناولها المشرع بموجب القانون 0924 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وفق ما التعديلات التي تم إدخالها على قانون التزامات والعقود في الباب الرابع أي المواد 161 إلى 106-14. إذن كل صور هذه المسؤولية التقصيرية التي سردناها ستكون محورا لدراستنا في هذا الفصل الثاني من نظرية المسؤولية المدنية. إذن ما يميز كما قلنا المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية هو كونها لا هي مصدر، المسؤولية التقصيرية هي مصدر من مصادر الالتزام التي أنشأها المشرع وأقرها المشرع متى تم ارتكاب عمل غير مشروع يكمن في الإخلال بالالتزام المقرر عام يقضي بعدم الإضرار بالغير. طبعا أساس المسؤولية هو فعل ضار يصيب المضرور وينشأ له الحق في التعويض متى تبين أن ذلك الضرر الذي لحقه جراء هذا الفعل كانت له صلة مباشرة بذلك النشاط الضار. بعد أن بينا مختلف صور المسؤولية التقصيرية التي تناولها المشرع ونظم أحكامها وجعلها ذات صلة بالنظام العام بحيث كما سنرى لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام هذه المسؤولية سواء عبر التخفيف عبر الإعفاء أو التخفيف من أحكامها، سوف نشرع في دراسة مختلف صورها ولعل أهمها هي المسؤولية عن الفعل الشخصي، تلك المسؤولية اللي هي الأصل، لأن الأصل في المسؤولية التقصيرية يكونها تقوم على خطأ واجب الإثبات وهو أن كل شخص ألحق بخطأه ضررا للغير إلا ويكون ملزما بجبره وفقا للقاعدة العامة التي تقضي
بوجوب عدم الإضرار بالغير. إذن نحن أمام بصدد إخلال بالتزام قانوني هو الذي يشكل خطأ، وهذا الخطأ يلزم مرتكبه بتعويض الضرر الذي يلحق بالطرف المضرور جراء ذلك الخطأ، سواء تعلق الأمر بضرر شخصي لحقه في نفسه أو في ماله أو ضرر معنوي لحقه في شرفه. طبعا هذه القاعدة العامة أقرها المشرع وفق الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود. فالفصل 77 ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، وإذا أثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. ثم أن الفصل 78 نص أيضا على أن كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شخص شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. وفي الفقرة الأخيرة من الفصل 78 يعرف المشرع الخطأ بقوله: والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر، وهو الأمر الذي سوف نشرعه في تناوله عند في الحصة المقبلة إن شاء الله بتحديد أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي، وأهم ولعل الركن الأول فيها هو الخطأ التقصيري. إلى ذلك الحين أستودعكم الله ونلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.